السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا موسى رسول الله. بكرة رح يحتفل أبناء شعب اليهودي في عيد الأسابيع اللي فيه الله هذا التراء لشعب بني إسرائيل. ففي هذا اليوم الله هاعت أتراك هدية لشعب بني إسرائيل في جبل سيناء، وعشان هيك إحنا منحتفل في الذهاب لأورشليم وبنعمل وجبات احتفالية مع العيلة والأصحاب، ومنلبس لباس أنيق، وكمان منزين الكنيس في الزهور والورود الجميلة لذكرى جبل سيناء. وبالإضافة لهيك منقرأ وثيقة روت اللي منها إجا الملك داود واشترى أرض بيت المقدس في أورشليم، وبعد من هيك ابنه الملك سليمان الحكيم بنى عليها الهيكل. شو تعلمنا من القصة هاي؟ ومين كان مصدق إنه روت اللي كانت من مملكة مؤاب وبعد من هيك صارت يهودية ومن سلالتها رح يجي الملك داود ملك إسرائيل؟ فعشان هيك الله سبحانه وتعالى أوصنا وشدد علينا وعلمنا إنه نحترم كل إنسان مهما كان بدون تفرقة من ناحية ديانة عرق وجنس. زي المثل اللي بيقول المستقبل زي المارة الحامل، ما هذا بيعرف ايش بتجيب. عرفتم تسيغطون السماخ امتشت فوتو. خاج سميع خبرين.